وأما الأخ الشيخ هيثم فوالله لا نعرفه إلا أنه مجاهد في هذا الباب يا شيخ، عنده جهاد عظيم جدا وعنده جلد وعنده سفر يعني يجوب البلاد شرقا وغربا، بل ويعني يعين الطلاب أن يحضروا إلى المدينة وأن يسكنوا في المدينة ويتعلموا ويطلبوا العلم ثم يرجعوا إلى بلادهم. أقول دروسه تشهد لها الدنيا كلها يا شيخ، دروس ومحاضرات وكلها كتب السلف. فأين الحزبية يا شيخ؟ أين الحزبية؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولن يستطيعوا والله، لن يستطيعوا. الرجل معروف ولله الحمد والمنة على السنة والكتب اللي يشرحها، هذه هي أعماله. والرجل كما قال شيخنا الشيخ ربيع أعماله تزكيه، دروسه، نشاطه، تأليفه، هذا الذي ينظر فيه يا شيخ. الله يعيننا وإياكم ويوفقنا وإياكم. اللهم أوصيكم يعني لزوم درسه والاهتمام والاستفادة منه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم.